بنت عمي واخت زوجتي. بنت عمك واخت زوجتك. تمام. ايوه. نعم. زوجها اضطرت ان ما كانش استريح الشيطان وبتاع وجابت يومين على البيت، بس عرفنا نجيبها قبل ما تغلط وكده يعني. هي على حد كلامها كانت بتقول انها راح تتجوز واحد، فاحنا ازاي تتجوزي واحد على جوزك وبتاع؟ السؤال ايه بالضبط؟ السؤال دلوقتي احنا عايزين بنحاول نردها لجوزها، فقال معرفه الحقيقه ولا مش لازم؟ هي تزوجت فعلا فوق زوجها ولا ايه؟ لا ما تزوجتش، احنا حماها. سترها الله. طيب ممكن تستروا عليها وترجعوها لزوجها، لكن تنبهوه ان ياخذ الاحتياطات اللازمه. احنا عملنا اساسا معاها اللازم يعني. خلاص، الله، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره.